ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمورنا الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى لكم صلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ني سيكويا يمانا يجيني امبابو تنا تفسيري مانينو يا الله جل جلاله يا لو القران الكريم تولي ماليزا كاتكا درسا يا مشو تفسيريا سورة الإنشراح امبابي نانزا نشرح kasadrak na baada yake tukasimama darsa kidogo kwa sababu ya uchaguzi na alhamdulillah leo tunaanza sura nyingine ambayo ni suratu alduha الله سبحانه وتعالى أمي ترمشة سورة كتيجة قرآني قدينا لا سورة الضحى نين أنزا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى إلى آخر السورة السورة سورة نكتك سورة أمبازو زي كتك جزو يعمة. سورة الضحى إبو جزو يعمة. النسبة لجزء الثلاثين هي نصورة تسينينا تاتو أو نبأ هي صورة نية ثري صورة هي إمام ترمكيا صلى الله عليه وآله وسلم قبل الهجرة نصورة يا قبل الهجرة yani makka inaitwa makia hi sura ni makiya kwa ijma sura hii ina aya kumi na moja mpaka neno la mwisho bi binicmati rabika fahaddith ikiwa ndio aya ya kumi na moja kwa ijmai ahllquran wanasema hi aya ni makia na ina sura ina aya kumi kwa nini imeitwa suratu kwa kwanini imeita imeitwa hii sura ad-duha sababu ya kuitwa hii sura suratu lduha kwa sababu imefunguliwa na neno la kiapo mwenyezimungu subhanahu wa taala anakoapa kwa wakati wa alduha ikaitwa suratu ad-duha na maana ya alduha ni mwangaza mwangaza wa asubuhi pale jua linapoanza kusimama wima na kuenea mwangaza wake pamoja na nuru yake na hii sura ina mnasaba baina ya sura iliyotangulia na sura hii sura iliyotangulia ni 92 na hii ni93 sura ya 9 na mbili inaanza walleili idha yaksha inaanza na neno usiku na hii sura nyingine inaanza na mwangaza wa asubuhi نسباب يا موانغازة وسبوي نسباب يا قيزة لو سيكو الليل إذا يغشى نكوى كتك الضحى الله سبحانه وتعالى أنا يلزي سيفا زمتوم صلى الله عليه وسلم فموجة ننعمة أليزم نعمي شمتوم صلى الله عليه وسلم أكا إفنانيشا

akazidishiwa juu yake na ubakhili basi yeye anakuwa kama mfano wa giza la usiku waama manbakhila wastaghna hi, uh, hi sura imekusanya baadhi ya mambo

هي آية أو هي سورة إنا إميكوسانيا مامبو أو كاتيكا مالينغو هي سورة ني مالينغو مانني لينغو لا نكو الله سبحانه وتعالى حاجة مشوكية متمواكي صلى الله عليه وسلم وعلى هجماتم تميوكي صلى الله عليه وسلم. بل صلى الله عليه وسلم. انا هانا سيفا كيما ونمتو... يقولون محمد صلى الله عليه وسلم. يا كوشوكي ونا الله سبحانه وتعالى. كيفما بينزي الله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم نيو نيو بي كتكهي صورة ميزمك سبحانه وتعالى أكي سيما ما ودعك ربك وما قال بلويله اه أهي صورة إمي كسانة ما مبعو الله سبحانه وتعالى أمين بمتمواك صلى الله عليه وآله وسلم

تابون فانو إلي بفرضه صلة إلي برضو صلة قبل تاكوانزا الكوليكية أم تونس صلى الله عليه وسلم إلي كوي مسجد الأقصى لكن تونس صلى الله عليه وآله وسلم إلي كوانا أتاك وإذالكية الكعبة الله سبحانه وتعالى اليبوونا نتمواكي صلى الله عليه وسلم أنا تاكا كويلكيا مكة فلنولينك قبلة ترضاها أكم لكيزا كتك قبلة على توكيري ذيا نديو كتك الصرهي ميزمك سبحانه وتعالى أنا مسيف نتمواكي صلى الله عليه وآله وسلم وقسيمة ولسوف يعطيك ربك فترضى نعتقك مولواك كله كلا أن بكور ديك ابن كسان صوره إدادي النعمة علي نِعْمِشَا الله سبحانه وتعالى رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم كونزي كوزالي وكوكي مبقى وجيانا وكي حفاظي صلى الله عليه وسلم أَسِفَانِ سيفاني لكم أُوْذِي من يزمونه سبحانه وتعالى اكملين تميوكي صلى الله عليه وَآلِهِ اله وسلم كتوذي ونوى والله يا من الناس والله يعصمك من الناس أكملين نوات أكملين نمع دوي حقوز ما كم يوتكم تمسل تومه صلى الله عليه وسلم حمدنا كلا لسماما بيلي أمتومه صلى الله عليه وسلم كوني ياكم دوره إليكوا أجمعوا لكونزا لنا لنفكيين الرعب خوف انتيأت يمّا أننياكم صلّى الله عليه وسلّم، وكتب حيواك، يا ملّكان زلي تكلم دياني خوف، اليوم علي بومشكي الرسول صلّى الله عليه وسلّم، وبنّا، أكما بيأ منين صورك مني أو عني، نانا تكون صور، أتخافني؟ هناني أغوپة نمتوما ميكا نيولي بوانا ميسي مامان أوبانغواكي نمشرك الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل ممبيا الله سيكوغو بيووي ولا سينا خوف يوتي ناتكي ننسور الله نيولي بوانا أوبانغواكي أكا أغوكا ألم <سؤال> تلي أن تومي صلى الله <سؤال> عليه وسلم سمكتك نيامة بعد هياكي الله سبحانه وتعالى مش إلى نيامه نينما بي الرسول صلى الله عليه وسلم قصوتي إني مسموم ميمي نمتي تي فالله سبحانه وتعالى كن يعم زاكي أميم حفاظي أنت مواك صلى الله عليه وسلم وانزي أو جانواك أو تتواك <applause> مبكى مفارك وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم أمي فاركي كوكيفو كويدا كبسا حاكو تليو سومو وعلى حاكو وواوة وعلى حاكو اكيو امتو وعلى حاكو نيونغو كما نفسيما روافضة كتك قولي وانا يو انتو كانية أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لو إنك لكوة أنتم صلى الله عليه وسلم أمي واوانا سمو أو عيشا ممتليا سمو إنك لكوة منينه الله سبحانه وتعالى يؤتي من بطلك والله يعصمك من الناس لكنك كتك النعمة أم أنبازو الله سبحانه وتعالى أمين من أميشا صلى الله عليه وسلم ني قوله تعالى ألم يجدك يتيما فآوى لما وجد فهامك الرسول صلى الله عليه وسلم أحز لي ويتيم ببياك لفريق الحالي الرسول حجز زليوة. وه ووجدك ضالا فهدا رواه مسلم أكزي صلى الله عليه وسلم كما زنجير ياوا تموتي وتموتي ولكويكو قريبوني ولمزبوك إيه ولكوا ومن تِكَا جيزه لو الله سبحانه وتعالى ووجدك ضالا فهدى لكتك سوره الجمعه يقول الله سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يا بوكوى ابو زماني هاو ام ميينا اموني ما قريشي في ضلال مبين ولكوى ميقوتية كتكوشيكينة. اقاتوميليزم تومي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كاتيكاتية و نكاوي نيكوانغوزا نتو تايتاف سيري اهي من حيث اللغة والبلاغة na ahkam ambazo zinaambatana wawajadaka dallan fahada wawajadaka ailan faaghna na akakupata katika hali ya shida ya maisha magumu na akakutajirisha tutaelezea wakati tutaanza kuzitafsiri hii aya hii aya a hii sura ikamalizika hi kwa wasiya wasia wa allah subhanahu wataala kwa mtume wake muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alwasia ni mtu anapompenda mwenzake na kumjua hali yake akamwambia unapokwenda huko katika maisha yako basi nakuhusia jambo fulani na fulani na fulani miongoni mwa mambo ambayo allah subhanahu wataala amemuhusia Alayhi wa alihi wa sallam katika sura hii ni mambo matatu jambo la kwanza kuwahurumia mayatima kuwahurumia mayatima kwa, kwa yeye sallallahu alayhi wa wasalam alikuwa ni yatima kisha baada yake anamuusia vile kama ulivyokuwa yatima na mayatima vile vile وسواك كاريبية يزمنه سبحانه وتعالى أنبياء ألم يجدك يتيما كيشا أنبياء فأما اليتيم فلا تقهر وصيا بيلي وصية على المسكين مساكين فقراء وَاتْفَنِشِيدًا شيدة قام ووجدك عائلا فأغنى بس بيلي بيلي محمد وصية بعد وصية الاولى اليتيم وصية وبيليني المسكين ويزمك سبحانه وتعالى اكام بيه امتو مواكي واما السائلة فلا تنهر اما من لزا من يكوكو امبا وسيم كاريبيا لا من كتكا صورهي ني نعمة أليز نعمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تعد ولا تحصى نعمة نينجي توما ن... باي... نعمة نينجي. كما نعم... نعمة يا خاتم الأنبياء والمرسلين قايني ييني... أم ni analolihukumu kwa ummati wake ni kama analo analolisema kwa ummati wake ni kama dini au ni dini na tumetoa mfano wa suala la qibla kwa wale ambao hawajui sunna namna ilivyokuwa na nguvu huwezi ukasoma qurani soma qurani yote huwezi ukapata aya moja tu inayosema kumwambia mtume muhammad صلى الله عليه وآله وسلم إليك يا مسجد الأقصى وإلى كيا مسجد الأقصى اجتهاديات كم صلى الله عليه وسلم إكا كبالي وأن الله جل جلاله والليلة عليل لسمائه. الله سبحانه وتعالى كالي كبالي اندي وكا اندليا كصالي مسجد الأقصى هو كروه ياك الله سبحانه وتعالى أكمل ذي شمت صلى الله عليه وسلم أكبيوا الشفاعة العظمى شفاعة كومبيا يوم القيامة أكبيوا الدعاء ياكي هبا دنياني أكي كباليوا أسيوا أمبي أمتي واكو وسيدي وكان غميزو أو وكان عميكا دعاء ياكو يوم القيامة نا الله سبحانه وتعالى أكي إيوكا إلي دعاء نا كم كباليا صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى نسيما وأما بنعمة ربك فحدث حقيقة ونعمة يا مولاواكو حدثية كتريمك هي سورة هي سورة الضحى كتريم كواكي من حيث الزمان والترتيب هي سورة الضحى نكتك سورة زمان زمان زمان, زمان, زمان. زلزم ترمكي أمتوم محمد صلى الله عليه وآله وسلم كتك السورة زمانزو كنا سورة إقرا كشا مدفر كنا مزمل كشا بعدها مع علماء ونسمة لبنانه كتك زلزم سورة زمانزو مانزو. ني سورة الضحى نا ترمك قبل سورة الفجر إلي ترمك قبل سورة الفجر والفجر وليالي عشر كشا كترمك والضحى نسابابيا كترمكا والضحى بعد الفجر نكوى او كاتيكا سيكو وانزه وانزه الفجر كيشا بعدك كانزاني كي الضحى كانزاني الفجر كاب الله سبحانه وتعالى قبل الفجر الليل اذا يغشى بعد الليل الفجر بعد الفجر الضحى بعد الضحى العصر بعد العصر الليل بعد الليل الفجر بعد الفجر الضحى وهكذا نمنا يلفوكوك يمترمكي امتم محمد صلى الله عليه وسلم من حيث الترتيب نمنا يم pangilio نانا نزقو فانيا pangilio نمنا هي أميين. أه سبب النزول سبب يمترمك هي سورة الضحى نمو هيمو سانا جوا اسباب النزول نحن كلا احكام كل احكام اما زا حديثي au za qurani ni muhimu kujua tukio lililotokea kuhusu ile sura au aya au hadithi mpaka rasul wasallam akateremshiwa hii aya kuna maneno mengi kuna maneno mengi yanayohusiana na uteremsho wa hii aya baadhi ya maneno au baadhi ya riwaya nimeziacha mimi kwa sababu ee, ni dhaif kwa sababu ni dhaifu zimetajwa katika vitabu vingi vya madhehebu yote mfano kile kiswa cha mbwa kufariki katika nyumba ya mtume wasallam mimi nikiona dhaifu sikuona haja ya kukitaja kwa sababu eh, hakikubaliki katika eh, riwaya za sahihi kwa hivyo nitazungumzia riwaya mbili kwa uchache riwaya ya kwanza <coughs> aliumia mtume sa aliumia Ali arasul sallaal wasalam wa ima ni mkono mara nyingi anasemekana ni mkono akawa hana raha ikamsababisha kuumia kwake sallallahu alaihi wasallam akawa ni mgonjwa unaweza ukadungwa na, na mwiba uh, unaweza ukadungwa na chuma kakuingizat baada ya kawa mgonjwa

وكاتنجازا قد ودع محمد حكيكا مياتو محمد المولوكي الرسول كاقاتا ذيكي وردموكي دي ذيكي سانا واتونا سيما مياتونا مولوكي ولكن كاويدة ميزينكو سبحانه وتعالى انا مسيفم توما سيما ولكن نعلمو انكا يضيقو صدروكا بما يقولون قد يكونوا مقاتا ذيكي وكاتي ونقصيما كوكتايا في بيا يكوالي خبره يمينه كاتي كم جو مكة. كناري ويا نينجي نبازو ستة زي سما صعيب لا بدنا نتسمع الله سبحانه وتعالى أكمل ترمشي أم محمد صلى الله عليه وآله وسلم قاميا مقوريشا أمم جميلا كلما جاء والضحا والليل إذا سجى ما ودّعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك في الطروض. تسمع ملائكة إن شاء الله قصوى وكاتي إن شاء الله ويكجار التندليا وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله. <applause>